مشاهدين حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. كما عودناكم نستقطب عدة كفاءات ناجحة داخل دولة الإمارات، واليوم بيكون معنا الأستاذ علاء محمد مصمم ديكور صاحب مؤسسة مزاج للتصميم الداخلي. أهلا وسهلا علاء، أهلا بك، تشرفنا اليوم ومنورنا بحضورك. الله يبارك فيك. تسلم أستاذ علاء. أول شيء أبي تكلمني عن بداياتك قبل تجي دولة الإمارات. بسم الله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. أول شيء معك مصمم ديكور علاء محمد، بعرف عن نفسي. أنا درست التصميم الداخلي من جامعة اليرموك من الأردن. بدايتي كانت ما قبل الجامعة صراحة، أنا عندي حب استطلاع وموهبتي الحمد لله كانت بارزة من البداية، وكملت هذه الموهبة الحمد لله في الجامعة. درستها وتخرجت من الأوائل على دفعتي الحمد لله رب العالمين، لحد ما استقطبونا أو طلبونا أحد الشركات الكبرى في الأردن وإلها فروع في حتى في الإمارات، اللي هي شركة أسباق ناشونال. كانوا مستحدثين تخصص جديد بما يخص مصمم الديكور وتنسيق الألوان، والحمد لله أنا والعديد من الطلاب الناجحين اللي كانوا معنا أخذونا ووزعونا على بعض الفروع. الحمد لله هذه كانت بداياتنا في التصميم الداخلي. يعني اشتغلتوا كموظفين عاديين؟ طبعاً طبعاً أكيد. أوكي، وبعدين شلون جاتك فكرة أنك تروح على الإمارات؟ فكرة الإمارات صراحة هي بعد ما اشتغلت في شركة أسباق ناشونال لمدة سنتين، عامين كاملين. اشتغلت عامين كاملين في أسباق ناشونال في الأردن، وأخذت خبرة كافية بما يختص في موضوع الألوان، لأنه التصميم الداخلي بشكل عام متفرع صراحة. عندك تخصصات في التصميم الداخلي دقيقة، ممكن تدخلي في أمور تصميم الفرش، تصميم الستائر، التصميم الداخلي للديكور بشكل عام بما يتعلق في الأسقف في الأرضيات. شركة أصباغ ناشونال هي مميزة في الأصباغ، ولما استحدثوا التخصص هذا اللي هو كمصمم ديكور وتنسيق الألوان حبيت المجال صراحة، وكان دعم كمان من الشركة نفسها، والحمد لله رب العالمين كان عندنا منتجات جميلة صراحة. حبيت أطور على نفسي في البداية، وبدأت أبحث عن فرصة عمل صراحة خارج الأردن. خارج الأردن بالضبط بلدي، من أكثر الأماكن اللي صراحة سمعتها كويسة إن كشباب عربي إن شاء الله نكون مبدعين، اللي هي دولة الإمارات صراحة. بدأت أبحث في المواقع، بدأت أبحث في الجرائد الرسمية في الأردن، لحد ما حصلت فرصة نوعا ما ناسبتني. فرصة كموظف عادي؟ نعم كموظف عادي، أكيد موظف عادي. كان كمصمم ديكور في نفس مجالي، أهم شيء أنه كانت في نفس مجالي، ما كنت حاب أطلع لمجال ثاني أو تخصص ثاني. صحيح اللي أخذته في الجامعة صقلت جزء منه في سوق العمل في الأردن في مجال الألوان، والفكرة اللي أو عفوا الوظيفة اللي صحت لي في دولة الإمارات جزء ثاني مختلف تقريبا، إحنا بنسميه شامل وعام للتصميم الداخلي. انت طالع كمصمم ديكور، يعني كان مطلوب مصمم ديكور نفس ما حكيت لك في البداية، مختص في كل شيء ابتداء من التصميم. لازم تكون متعلم على برامج مختصة في 3D وبرامج 2D، ومنها الحمد لله رب العالمين انا كان عندي الانطلاقة هذه وكان عندي المام في البرامج. حسيت انه الفرصه مناسبه، نوعا ما الراتب كان متوسط لكن ما كان همي مادي. كبدايه يعني بالضبط ما كان همي الراتب في البدايه، ما كان همي اي اضافات اخرى على الراتب. كان همك الواحد يعني انك تتطور، فقط اطور على نفسي. بكل صراحه ما اخفيك امر والكل يعرف، مجال الديكور والتصميم الداخلي في الخليج بشكل عام وفي دوله الامارات بشكل خاص مجال رائع، ناجح جداً طبعاً، وبيفتح مجال للإبداع. هاي الفكرة اللي أجتني صراحة، والحمد لله اشتغلت لما أجيت على الإمارات في مكتب هندسي من المكاتب المحترمة في مدينة العين. أوكي، كم المدة اللي اشتغلتها؟ اشتغلت 6 سنوات صراحة كموظف بمدينة العين في مكتب استشاري هندسي. اشتغلت 6 سنوات، بعدين شلون جاتك الفكرة أنك تفتح مؤسسة؟ الفكرة صراحة أنا ما كان عندي فكرة داخلية أني أستقل، يعني يمكن طموح الشخص الحمد لله عالي، لكن كان في دعم أشخاص، يعني كان في أشخاص مؤمنين بنجاحاتك وإبداعاتك ويقولوا أنك ممكن أنك تعطي أكثر في المجال. صح صح 100%. البداية كان دعم معنوي من أشخاص عزيزين علي، إن شاء الله راح نذكرهم لأنه من بعد الله لهم فضل علي صراحة. كان كلامهم مؤثر جدا، أنه أنت اطلع من
مجال موظف حاول صح، حتى لدرجة إنه الأشخاص هذولا تبرعوا إلي في دعم في الزبائن، يعني إحنا مستعدين نجيب لك زبائن. تخيل لوين، مش بسهولة. أكثر من الدعم المعنوي. الدعم يعني المعنوي بالضبط، أكثر من الدعم المعنوي إنه إحنا مستعدين إنه نستقبلنا في الزبائن، نشوف لك أصحابنا، تبدأ بداية ناجحة. يعني إحنا رح نوقف معك بس تقدم الخطوة الأولى. طيب اخ علاء، شو الرؤيه المستقبليه اللي عندك في المجال هذا اللي انت فيه الحين؟ كونك ما شاء الله الحين فتحت شركتك الخاصه، ايش الاشياء اللي تبي تسويها مستقبلا؟ اكيد كل انسان بيسعى للتطوير ان شاء الله. انا اهم شيء عندي انه اطور من نفسي انا داخليا. انا انسان بحب اطلع على الستايلات، بحب اطلع على مدارس التصميم الداخلي، كل ما هو جديد في مجال التصميم الداخلي سواء المحلي او الاوروبي او الشرق اسيوي. زي ما نعرف التصميم الداخلي تصميم كبير، كتخصص كبير ومتشعب صراحة، ويجمع جميع الستايلات، وهو مش مستحدث. التصميم الداخلي له تاريخ في التصميم الداخلي طبعا، عصور قديمة، ولذلك وجدت مدارس في التصميم الداخلي. طيب شنو رأيك في الاستثمار داخل دولة الإمارات، وشنو فضل دولة الإمارات عليك كشخص وافد لها؟ الاستثمار في دولة الإمارات صراحة كان وما زال طموح لكل شخص ولكل مبدع. أنا من الناس اللي سمعت مقولة لسمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، اللي أنا صراحة بسمي ملهم الشباب الأول، بأكثر من تصريح دعا الشباب العربي المتميز والمبدع إنه يجوا على أرض الإمارات. وهو بكل صراحة وسمو الشيوخ الكرام كلهم أسسوا لهذا الشيء من بنية تحتية أساسية في دولة الإمارات. الحمد لله ما بين شوارع، ما بين جسور، ما بين استثمارات بشكل عام، جذبوا المستثمرين الخارجيين من برا، جذبوا كبرى الشركات العالمية، يعني وفروا لهم جميع الأشياء اللي رح يحتاجها، جميع الأشياء اللي بتساعد الشباب العربي على الإبداع صراحة. فهذا كان شيء جدا مهم وأحد العوامل الأساسية للاستثمار. ما ننسى كمان قوانين في دولة الإمارات بشكل عام. القوانين في دولة الإمارات قوانين مريحة نوعا ما. خلينا نتكلم إحنا على مستوى قوانين القضاء، القوانين اللي بتخصنا إحنا كالهجرة والجوازات، استقدام يعني العمالة، يعني حقوق كلها 100% طبعا، استقدام العمالة، دائرة الهجرة، دائرة التوطين، هاي الأمور كلها بتساعد أي شخص. حتى بالنسبة للنقاط، يعني أنت يوم جيت تفتح مؤسستك كل الامور قدامك كانت واضحه بيرفكت، يعني واضح. ما شيء ما في كان الحمد لله مشاكل، ما كان في عقد، كل شيء واضح على السيستم، استصدار التراخيص، استخدام العماله من اي دوله طبعا انت بدك اياها، الشيء اللي بتشوفه مطابق لمجالك، فالامور كانت الحمد لله واضحه. وفي نقطه مهمه عفوا انا حتكلم فيها حتى بدون مجامله، المواطن الاماراتي، المواطن الاماراتي صراحه هو ماده دسمه. أنا بالنسبة إلي يعني ما بستغرب من جديد لما بيجيني مواطن إماراتي بيتكلم معي في مجالي في التخصص الدقيق، في تفاصيل التخصص الدقيق. هذا إن دل على شيء بدل على أنه إنسان مثقف، إنسان متعلم، بحكم السفر، بحكم خبرته خارج الدولة. لما بيجيني وبيتكلم أنه أنا علاء محتاج مثلا تصميم كونتمبرري لبيتي، مش سهل، هذا شيء علمي احنا دارسينه. ففعلا انا لما ببتدي اورجيه على الشاشه عندي شهود تصميم الكونتمبرري اشوفه هل هو فعلا قصد هذا الشيء لما اتكلم فيه ولا فقط سامع فيه برا، بتفاجئ فعلا انه لا عارف شو مطلوب بالضبط ودارس وداخل في التفاصيل الدقيقه. فهذا شيء جدا مهم صراحه، بيساعد المصمم، مصمم الديكور، على فهم الزبون من البدايه. طيب اخ علاء، مين الاشخاص اللي تقدم لهم اليوم رساله الشكر؟ سؤال رائع، جزاك الله خير. احنا في البدايه طبعا كل الشكر والثناء والحمد لله رب العالمين اللي وصلنا لهذه المرحله. شكرنا موصول لدوله الامارات
بحكامها، بكل شخص، كل فرد من كوادر الدولة يقوم بعمله لحفظ الأمن والأمان وحفظ الاستثمار في الدولة. وفي شخص عزيز علي صراحة اللي هي والدتي، طبعا لها فضل كبير علي، الله يحفظها ويطول بعمرها يا رب. إخواني، خواتي، أخي المهندس زهير. المهندس زهير هو المفروض يكون معنا اليوم، لكن عنده شغل برا صراحة، الله يعطيه العافية. زوجتي سندي الحمد لله رب العالمين في الإمارات، داعم أساسي إلي، الله يبارك فيك. إخواني، إخواتي أكيد في مرحلة الدراسة، في حتى مجرد مرورهم على مواقع الإنستغرام والدعم إلي الدائم، هذا شيء صراحة مفرح. بدي أخص مواقع الإنستغرام، معلش بقاطعك، شو المواقع اللي عندك؟ أنا عندي إنستغرام وعندي فيسبوك وعندي موقع، موقع المؤسسة الرسمي www.mazajinteriors.com، موقع الإنستغرام mazaj_interiors. مؤسستك إيش موقعها هنا في العين؟ إحنا في العين، مكتبنا في العين على تقاطع إشارات الساعة، بناية بجانب مصرف أبوظبي الإسلامي. طيب كمل. في شخص عزيز علي صراحة ما بقدر إنه يعني أنهي الحلقة بدون ما أشكره. الشخص ممكن تكلمت في البداية عنه، كان الداعم الأساسي إلي في اللي طرح علي فكرة الاستقلالية في مكتب. بذكره بالاسم، اسمه سالم خلفان الظاهري. بدعي له طبعا، حاليا هو على سرير الشفاء إن شاء الله، بتمنى إنه ربنا يشافيه ويرجع سالم ومعافى لأهله إن شاء الله. نشكرك على تواجدك معنا اليوم وعلى استضافتك الطيبة وصحبتنا معك في اللقاء هذا. سلمتي احنا بالأكثر، ونشوفك إن شاء الله في يوم ثاني إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، كده تكون نهاية حلقتنا لليوم من برنامجكم رواد النجاح. نشوفكم إن شاء الله في الحلقات القادمة.